بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم قوله. الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فيه لوامع: الأولى رجوع الدين كله إلى النصيحة، الثانية أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، الثالثة الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر المصنف وفقه الله الحديث الخامس من الأحاديث العشرة من جوامع الكلم المعدودة في هذه الرسالة، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الحديث رواه مسلم وهو من أفراده عن البخاري. ثم ذكر المصنف ثلاثة لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله: رجوع الدين كله إلى النصيحة، في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فإن تعريف طرفي الجملة يدل على الحصر، فإن تعريف طرفي الجملة وهما الدين والنصيحة يدل على الحصر، فإنهما جاء مقرونين بال الدالة على التعريف. فجماع الدين هو النصيحة، وحقيقة النصيحة قيام الناصح بمال المنصوح من حق، قيام الناصح بمال المنصوح من حق. واللامعة الثانية هي قوله: أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، أي أن دين المرء يقوى متى قويت منه النصيحة لنفسه ولغيره، وأنه يضعف على قدر ما يكون من نقص في النصيحة لنفسه ولغيره. واللامعة الثالثة هي قوله: الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الخمس المذكورة في الحديث هي جماع من تبذل له النصيحة، جماع من تبذل له النصيحة، فتبذل لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الأنواع الخمسة مقسومة قسمين، وهذه الأنواع الخمسة مقسومة قسمين، أحدهما ما ترجع فيه منفعة النصيحة للناصح دون المنصوح، ما ترجع فيه منفعة النصيحة للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما ترجع فيه النصيحة للناصح والمنصوح معا، ما ترجع فيه النصيحة للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قوله. الحديث السادس عن أبي محمد الحسن بن علي القرشي رضي الله عنهما صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، والنسائي في المجتبى من السنن المسندة واللفظ للترمذي. وقال: حديث صحيح. فيه لوامع: الأولى الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك، الثانية حفظ الدين بالاحتياط فيه، الثالثة أن الصدق يورث الطمأنينة، الرابعة أن الكذب يورث الريبة. ذكر المصنف وفقه الله الحديث السادس من الأحاديث العشرة المعدودة جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك،
الحديث رواه النسائي، رواه الترمذي والنسائي، وإسناده صحيح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله: الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك، أي أن العبد مأمور بأن يترك المريب إلى غير المريب، والمريب هو الأمر الذي يولد الريب، والمريب هو الأمر الذي يولد الريب، فيكون غير المريب هو الأمر الذي لا يولد ريبا، والريب هو قلق النفس واضطرابها، هو قلق النفس واضطرابها. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جماعة آخرين. فالعبد مأمور أن يترك الأمر الذي ينشأ منه قلق واضطراب إلى الأمر الذي لا يكون فيه ذلك. واللامعة الثانية هي قوله: حفظ الدين بالاحتياط فيه، بأن العبد يترك ما نشأ في قلبه ريب منه حفظاً لدينه، فالعبد مأمور بحفظ دينه أعظم من الاعتناء بحفظ نفسه، لأن فساد الدين وضياعه يذهب بخير الدنيا والآخرة، وأما فساد النفس وضياعها فقد يذهب به خير الدنيا ويبقى به فضل الآخرة أعظم. واللامعة الثالثة هي قوله: أن الصدق يورث الطمأنينة. واللامعة الرابعة: أن الكذب يورث الريبة. وهاتان اللامعتان تبينان ما يثمره الصدق والكذب في النفس، فالصدق ثمرته الطمأنينة، والكذب ثمرته الريبة. فإذا كان الإنسان صادقاً اطمأن قلبه، وإذا كان كاذباً لم يطمئن قلبه. فمن صدق مع الله ومع خلقه اطمأن قلبه مع الخالق والمخلوق، ومن كذب مع الله ومع خلقه لم يزل قلبه مشوشاً مضطرباً ضيق الصدر. فينبغي أن يتحرى العبد الصدق في أمره كله، فإن شأنه عظيم. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالعبد مأمور بلزوم الصادقين ليسري إلى نفسه صدقهم، فإن النفس تتأثر بأخدانها وأقرانها الذين تقارنهم وتصحبهم، فمن صحب الصادقين صار صادقا، ومن صحب الكاذبين صار كاذبا. صح ولا لا؟ صح ولا مو بصحيح؟ صحيح. ولذلك كثر الكذب في الناس، لأنه كثرت صحبتهم للكذابين، فما يسمى اليوم بمواقع التواصل أكثرها كذب، فصار الكذب هينا على الناس شائعا فيهم، لأن قلوبهم سرت داء من هذه الأجهزة إليها، فصار الإنسان يتهاون في هذه المسائل، فتجده ينقل خبرا ويشيع أمرا لا حقيقة له، ولا ينتهي الأمر عند خبر واحد، بل هو كالبذرة التي تكون في القلب فتنبت في قلبك شجرة الكذب. وليس الخوف كذبك مع الخلق، ولكن الخوف كذبك مع الخالق، فإن الكذب مع الخلق عيب ونقص ديني ودنيوي، لكن أعظم الكذب أن يكذب العبد مع ربه سبحانه وتعالى. نعم. قوله: الحديث السابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فيه لوامع: الأولى عظم حرمة دم المسلم، الثانية أن الأصل في دمه التحريم فلا يستباح إلا ببرهان من الله، الثالثة أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه وقتله نفسا مكافئة بغير حق
وتركه دينه مفارقا الجماعة. ذكر المصنف الحديث السابع من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر ثلاث لوامع مستفادة من هذا الحديث، فاللامعة الأولى هي قوله: عظم حرمة دم المسلم، أي أن رتبة دم المسلم عند الله عظيمة لما جعل لها من الحرمة، فتحريم دم المسلم بأمر الله لا بأمر الخلق، مما يدل على عظمته. واللامعة الثانية في قوله: أن الأصل في دمه التحريم، فلا يستباح إلا ببرهان من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، أي كل مسلم فدمه حرام، ولا يستباح، أي لا يكون مباحا إلا ببرهان من الله عز وجل. واللامعة الثالثة هي قوله: أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه، إلى آخر كلامه. فمما قام البرهان الشرعي على أن الواقع فيه من المسلمين يستباح دمه هو زناه بعد إحصانه، فإذا زنى من أحصن وهو من نكح في نكاح صحيح، أو قتل نفساً مكافئةً بغير حق، أو ترك دينه مفارقاً الجماعة، فإنه يقتل، ووظيفة قتله مفوضة إلى ولي أمر المسلمين، فهو الذي ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى فيه دون غيره. نعم. قوله: الحديث الثامن عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. فيه لوامع: الأولى وجوب الإيمان بالله، الثانية وجوب الاستقامة على دين الله، الثالثة معرفة سبيل النجاة. ذكر المصنف وفقه الله الحديث الثامن من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم، وهو من أفراده عن البخاري. ثم ذكر ثلاث لوامع مستفادة من هذا الحديث، فاللامعة الأولى هي قوله: وجوب الإيمان بالله، فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله إشارة إلى الأمر بأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أي قله قولا معتقدا إياه. واللامعة الثانية هي قوله: وجوب الاستقامة على دينه، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فمن أقام نفسه على دين الإسلام صار مستقيما. واللامعة الثالثة هي قوله: معرفة سبيل النجاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت في هذا الحديث المختصر سبيل النجاة لمن أرادها، أنه يؤمن بالله ويستقيم على شرعه، فمن أراد أن ينجو في زمن المدلهمات فعليه أن يلزم هذا الحديث من الإيمان بالله والاستقامة على دينه. نعم. قوله: الحديث التاسع عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن، وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي المعروف بابن ماجة في السنن، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح فيه لوامع، الأولى الانتفاع بالمواعظ وأبلغها موعظة مودع، الثانية الوصية بتقوى الله، الثالثة الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا، الرابعة كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم، الخامسة أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور، السادسة ذم المحدثات في الدين. ذكر المصنف وفقه الله الحديث التاسع من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، هو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله، الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وهم الأربعة، وهو حديث صحيح. ثم ذكر المصنف ست لوامع فيه، فاللامعة الأولى هي قوله: الانتفاع بالمواعظ، والمواعظ جمع موعظة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وأبلغ المواعظ موعظة مودع أي المفارق، فإن من عزم على مفارقتك يجمع لك الخير كله لأنه يتخوف ألا يلقاك بعد، فحقيقة موعظة المودع هو شديد الحرص عليك، فأعظم من يعظك من هو شديد الحرص على إيصال الخير إليك. واللامعة الثانية هي قوله: الوصية بتقوى الله، وحقيقة التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وأعظمها تقوى الله، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. واللامعة الثالثة هي قوله: الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا، أي من ولاه الله تدبيرنا في الحكم والولاية، فنحن قد أمرنا بالسمع والطاعة له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، واللامعة الرابعة هي قوله: كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم، أي ما سيكون من التنازع والتخاصم بين أهل الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. واللامعة الخامسة هي قوله: أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور، فالاختلاف الذي ينشأ في الأمة مدار النجاة منه على أمرين: أحدهما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والآخر الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، فمدار النجاة على لزوم الاتباع وترك الابتداع، واللامعة السادسة هي قوله: ذم المحدثات في الدين، وهي المسمات بدعا، فإنها مذمومة لما تثمره من انتشار الشر وعظم الاختلاف والتفرق بين المسلمين. نعم. قوله: الحديث العاشر:
عن أبي صفوان عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح فيه لوامع: الأولى كثرة شرائع الإسلام، الثانية الحظ على ما يتمسك به العبد منها، الثالثة فضل ذكر الله. ذكر المصنف وفقه الله الحديث العاشرة المكملة عدة الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ثم ذكر المصنف ثلاث لوامع فيه، فاللامعة الأولى هي قوله كثرة شرائع الإسلام أي أعماله، كثرة شرائع الإسلام أي أعماله. واللامعة الثانية هي قوله الحظ على ما يتمسك به العبد منها، أي الحث الشديد على ما يكون متمسكا للعبد من هذه الشرائع، وهو المذكور في اللامعة الثالثة، وهي قوله فضل ذكر الله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. فأعظم ما يتمسك به العبد من تلك الشرائع هو ذكر الله، وذكر الله شرعا اسم جامع لما يذكر الله به تعظيما، اسم جامع لما يذكر الله به تعظيما، فيندرج في ذلك الصلاة والتسبيح ومجالس العلم، فكلها مما يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله الخاتمة في إشارات إلى إفادات: الأولى قوله في خطبة الكتاب وسائر المهتدين أي بقيتهم، الثانية قوله فيها أيضا المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين، الداران الدنيا والآخرة، والنشأتان الأولى بالخلق والأخرى بالبعث بعد الموت، الثالثة قوله فيها أيضا جوامع الكلم أي ما قل لفظه وجل معناه، الرابعة قوله فيها أيضا متبعة بلوامع من الحكم، لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام. جعل له اسم اللامعة لأن اللمعان اسم لما اشتهر بنوره، وهذه المسائل المذكورة هي من الأصول العظام والمسائل الجسام، فهي حقيقة بهذا الوصف. نعم. قوله الخامسة قوله في الحديث الأول: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها طلب الزوج المرأة من الدنيا، وأفرد بالذكر تعظيما له لشدة الولع به أو مخافة سوء عاقبته في الخروج عن طاعة الله، السادسة قوله في الحديث الثاني: ووضع كفيه على فخذيه أي جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل الرجل الداخل وهو جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يديه حتى جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الوصف في حديث جبريل من رواية أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النسائي، والحامل له على هذا الفعل إظهار شدة طلبه وحرصه فيما يسأل عنه، إظهار شدة طلبه وحرصه فيما يسأل عنه، فإن العرب إذا اشتدت في طلب شيء انطرحت على المسؤول، ومن الانطراح مد الكفين ووضعهما على الفخذين. نعم. قوله السابعة قوله في الحديث الثاني أيضا: فأخبرني عن أمارتها أي علامتها الدالة عليها، الثامنة قوله في الحديث الثاني أيضا: أن تلد لمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة بالرق، وربتها المرأة التي تملكها، التاسعة قوله في الحديث الثاني أيضا: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، معناه وقوع غنى من كان حافيا عاريا فقيرا،
وتفاخرهم بالتطاول في البنيان. العاشرة قوله في الحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا. وكذلك قوله في الرواية الأخرى: ليس عليه أمرنا أي ديننا. الحادية عشرة قوله في الحديث الرابع: وبينهما مشتبهات. المشتبه ما لم يتبين للعبد حلاله من حرامه. الثانية عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا: استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب براءتهما فلم يثلم دينه ولم يطعن في عرضه. قوله الثالثة عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل في فيه. الرابعة عشرة قوله في الحديث السادس: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب قلق النفس واضطرابها، فمعنى الحديث: دع ما ولد فيك القلق، دع ما ولد فيك القلق والاضطراب إلى ما لم يكن كذلك. الخامسة عشرة قوله في الحديث السابع: الزان. هكذا هو في نسخ صحيح مسلم من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى: الكبير المتعال وغيره. والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا، قاله النووي في شرح مسلم. السادسة عشرة قوله في الحديث التاسع: والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. وإن كان عبدا حبشيا يأنف الأحرار من ولايته في حال الاختيار. والسمع القبول والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا: وعضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها ضراسكم، إشارة إلى قوة التمسك بها. الثامنة عشرة قوله في الحديث العاشر: أتشبث به، أي أتعلق به واستمسك. التاسعة عشرة قوله في الحديث العاشر أيضا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا للهاجه به، وهو كناية عن المداومة على الذكر. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة 32 بعد 400 والألف. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع اللوامع من الكلم الجوامع بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما. تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 28 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 والف، المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، فهذه الدروس تنعقد من يوم السبت إلى يوم الأربعاء بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب. ويمكن الحصول على الكتاب الذي تدرس فيه هذه الكتب من التوجيه والإرشاد، وهو باسم مقررات برنامج تعليم الحجاج. وفق الله الجميع، يحب ورضى، والحمد لله رب العالمين.